السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل بداية الكلام أود أن أعرف نفسي، اسمي حبيب فوزان، سيدي مع قادمة. والآن الموضوع الذي سأقدم لكم هو مساهمة القرآن في تطوير اللغة العربية. كما عرفنا أن اللغة العربية قد تطورت كثيرا، وهناك سبب من الأسباب التي جعلت اللغة العربية تطورا. ما هو؟ هو القرآن. القرآن هو يطور القرآن، يطور اللغة العربية. ما أثار القرآن في اللغة العربية؟ هو منها توسيع وانتشار اللغة العربية أولا، ثانيا إضافة المفردات، شمولة المعاني وأسلوب اللغة العربية، ورابعا إضافة المعاني العميقة ثم أخيرا واستخدام القرآن كعلوم جديدة في اللغة العربية كعلم النحو وعلم البلاغة. سابقا العرب يرغبون في شيء كان شيء صفرا يستطيع أن يهز السامع، وكان شيء سلاما له إذهاب وجوده في المجتمع. على العكس ذات يوم عيسى بن عمرو النحوي سقط من اهتمامي، وحين كان الناس يجتمعون حوله وقالت لماذا تتبعتم علي تتبعتم على دين جنه الفرد عني، وهذا القول يرجعه السامع ويعتقدها انه غريب. وهذا جزء القران كل المصاعد في العالم تدير، لان القران لا جبل له لا نظير مثله حتى يتعدى الله بالقران. ولكن الجمعه السن والبشر يتعرض لتحدي القران لن يكونوا مقادرين على مطابقه لغه القران. هذا ما أريد أن أستطيع، هذا ما أستطيع أن أريد أكلمكم جميعا. إذا وجدتم على الخطأ فتكلموا، وإذا وجدتم على الخطأ فتكلموا، فتكلموا الله. الله ما فيك لكم بدر فاستنى الخيرات. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله.